لقد استطاعت اللغة العربية بفضل جذورها الضاربة في عمق التاريخ جمع كافة الثقافات التي انفتحت عليها في حضارة واحدة عالمية البعد وإنسانية الرؤية، حيث أثرت وتأثرت وأعطت وتلقت، وأثرت الثقافات الأخرى كما استفادت منها. ويزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبين الصلات الكثيرة التي جمعتها بغيرها من اللغات عطاء وأخزا. نجتمع اليوم لنكتب معا فصلا جديدا من التعاون والشراكة الهادفة لدعم لغة الضاد. عوامل عدة تجتمع معا لتؤكد أهمية هذه القمة ودورها المحوري في تحقيق هدفنا المتمثل في توحيد الجهود لتمكين اللغة العربية واستعادة دورها. هذه العوامل التي ترتبط بمكانة اللغة العربية الراسخة في ذاكرتنا الثقافية والاجتماعية. فالعربية كانت وستبقى القاسم المشترك الذي يجمعنا ويوحدنا ويحمي تراثنا وقيمنا الأصيلة.